السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهارده معنا تجربة الرش الماكسيمان على البنادق البي سي بي. هذا الرش يا شباب رقم 2، هذا الرش اللي انتوا شايفينه، هذا الخزنة. هنضرب يا شباب في العلامة ديت زي ما انتوا شايفينها اهي، وان شاء الله هنحط هدف هنا برضو ونشل عليها بعد ما نشوف ايه اذا كان مظبوط ولا لا. المسافة اللي هنضرب بيها ديت من عند الشجرة اللي هناك ديت اللي قدام الأوضة دي، المسافة ديت تخش لها في 35 أو 40 متر. الرش اللي معانا دي رش مصري، وان شاء الله هنشوف تجربته عاملة ازاي. طب وانا خليكم معنا يا شباب. القاعدة بتاعتنا على الجد، القاعدة يدوية صناعة محلية، ونشوف التجميع. في رشاة علقت فيها فضربت على الفاضي. حلو كده، والله الخاص الخزنة. يا فوق سن واكليها. تعال شوف التجميع واشهب التجميع اهو زي ما انتم شايفين. الضرب كله هنا وهنا وهنا. يا شباب طب انت هتدور زي الجنيه، يعني اعتبر مثلا 90% كويس من المسافة ديت. هنحط برضو هدف هنا صغيرة وغطا ولا حاجة. هذا الغطا هنا اهي، وهنضرب عليها نشوف الدقة بتاعته عاملة ازاي. مكان اهو، وادي المكنة. المسافة مسافة برضو محترمة، لو نصاد بها مثلا يمام الصبح بدري ولا كده هتبقى 10 على 10. زي ما انتم شايفين لا دي مش ايجاد، علقت. تانية اهي، كان قبل كده كانت معلقة الرشاية من تخنة، الحلة بتاعتها حتى تخنة من ورا، فدي الظهر عيب فيها. ده ماشية معانا حلوة اهي. مش جت لا، جت فوق بهبابة. جبت
طبعا كده كله تمام. تمام كده يا شباب، الرشاية حلوة مش في أي مشاكل، هي ميزة انها رخيصة، يعني العلبة تخش لها في 9 جنيه. اما عيبها الوحيد الرشاية ان هي بتعلق في الخزنة، بس ممكن تمشي على بدل السبرينج، يعني مثلا الديانة الفايروخ تمشي المسافة دي، لان الخزنة بتاعتها مش لها خزنة زي البي سي بي، فممكن تمشي. هي عيبها الوحيد بتعلق، مش بتاعت مسافات زي ما انت شفت التجربة بتاعتها. محتاجش اي حاجة، انا تحت امرك يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.